الانلت والاوتلت بتاع الاستراكشر نفسه، الاستراكشر والجيوتكنيكال. هنا هنعمل تقرير تربه عشان نشوف الكونسيدريشنز اللي هتستخدم في حاله التربه، وهنقدر نشوف جود التربه قد ايه، وهنقدر نشوف السي والفاي بتاع التربه وكل خصائص التربه ومنسوب التاسيس قد ايه. بعد كده لو جينا نبدا هنقول الهيدروليك ديزاين، البدايه بتاعتنا هي بدايه الهيدروليك ديزاين. الهيدروليك ديزاين ده يا جماعه كونسيرند وذ ذا ديترمينيشن اوف انترنال دايمنشن. يبقى الهيدروليك ديزاين بيختص بتحديد الابعاد الداخليه للمنشا، ومن خلال تحديد الابعاد الداخليه من المنشا نقدر نحدد سرعه المياه داخل المنشا نفسه، وبالتالي نقدر نحدد الهيد لوس اللي ممكن يعدي، اللي ممكن يفقد داخل المنشا. طيب لو حبينا نتكلم على الكالفرت، بقول ان الكالفرت ماي بي ران ويز فول سيكشن، واحنا قلنا غالبيه انواع الكالفرت بتكون فول سيكشن اللي هي الكلوزد كوندويت، او بارشالي فول اللي هي اوبن تشانل فلو. ودي ظهرت عشان نفرق بين حاجتين اتنين اساسيتين ظهرت مؤخرا، ان احنا عندنا محتاجين نعمل حاجه اسمها شورت كالفرت وحاجه اسمها لونج كالفرت. الكالفرت اللي بنقصده في الجزء ده اللي هو الشورت كالفرت هو الكالفرت الصغير او القصير، انما لما نكون بنعمل تغطيه لترعه بتمر بقريه عندنا الكره بتاعتنا الترعه بتمر فيها، فالناس بترمي المخلفات بتاعتها في الترع عشان نحمي الترعه دي من المخلفات، بنقدر نعمل ايه؟ كالفرت، نعمل تغطيه للترعه دي. الترعه دي لازم نعملها لها فري سيرفس، ما تبقاش كلوزد كوندوت، لان احنا اكتشفنا لما بنعمل الترعه دي او بنعمل لونج كالفرت بالكلوزد كوندوت ده بيكون الهيد لوس بتاعه عالي جدا، وبالتالي بيأثر معايا على وصول المياه في نهايات الترع. الكالفرت بتاعنا ده بنصنعه من مواد كتير مختلفه. اول حاجه السلكشن بتاع الماتيريال ده بيعتمد على ايه؟ على حاجتين اتنين، الكوست التكلفه. احنا عارفين ان الهندسه هي عباره عن كوست سيفتي تايم، ان احنا نستخدم نعمل تصميم امن باستخدام مواد اقتصاديه التكلفه في زمن محدد اساسي. طيب بعد كده يجي عندي يظهر عندي الافيلابيليتي، هل المواد دي متاحه ولا مش متاحه؟ الاتاحيه بتاع المواد، يعني لو انا بشتغل ببني بيت هبنيه في محافظه زي محافظه المنوفيه هبني البيت بالطوب والخرسانه والاسمنت. طب لو هبني بيت في محافظه زي مطروح هستخدم بدل الطوب الحجاره. لو انا هعمل لايننج لترعه هعمل ريهابيليتيشن لترعه، اعاده تاهيل لترعه في محافظه المنوفيه، ممكن استخدم الخرسانه العاديه او الخرسانه المسلحه، وممكن استخدم فوضى من الدبش. في المحافظات اللي هي فيها الدبش موجود، اللي فيها المحافظات الصحراويه، ممكن استخدم الدبش واعمل له دبش بالمونه او دبش من غير المونه. تمام يا فندم؟ طيب تمام. لو جينا نتكلم على الماتيريال اللي موجوده عندنا، لو جينا نتكلم في الماتيريال المتاحه عندنا، هنلاقي متاح عندنا للكالفرت مجموعه من الماتيريال اللي هي الكونكريت خرسانه والستيل والبريك والطوب. لو حبينا نتكلم على الشيب اوف كالفرت كروس سكشن، الشيب بتاع الكالفرت ممكن يكون سيركولر اللي بنسميه بايب كالفرت، ممكن يكون بوكس سكشن اللي هو بيتصنع من بيتعمل من الخرسانه او بينشا من الخرسانه المسلحه، ممكن يكون الليبتك بالشكل ده، وممكن يكون بايب ارش بالشكل ده اللي هي بتكون موصوره من الحديد، ممكن يكون ميتاليكس بوكس بالشكل ده، ممكن يكون ارش بالشكل ده. اشهر شكلين بنشتغل عليهم الكالفرت هو البوكس سيكشن والسيركولار او البايب سيكشن. الانلت بتاعتنا عندنا اشكال مختلفه للانلت وهنوضحها بعد شويه، ده اشكال بتوضح شكل الانلت بتاعنا سواء كان بوكس سيكشن سواء كان بروكن سيكشن وهكذا، وهيبين معانا بالشكل ده. ادي الشكل ده اللي بنسميه بوكس سيكشن، ادي الوينج وول بياخد شكل الحرف ال كده، شكل حرف ال كده اهو، وادي الوينج وول الثاني شكل حرف ال اهو، ادي الوينج وول شكل حرف ال، ادي الوينج وول شكل حرف ال، وادي المجرى بيعدي هنا. فائده الوينج وول انها بتجمع الميه انها تمشي داخل المنشا، بتحمي الجوانب بتاعت التربه المحيطه بالمنشا من ان يحصل لها تاكل بالنحر او يحصل لها انهيار. ده شكل البوكس. البروكن بيكون شكله بالشكل ده كده، وده بيكون هنشوف بعد شويه تاثير شكل الوينج وول على الهيد لوس. الوربد وينج وول وده بيكون الحائط دائري في الاتجاهين سواء كان الاتجاه الراسي او الاتجاه الافقي، وله تاثير جيد جدا على الهيد لوس انه بيقلل الهيد لوس. الانترانس ارينجمنت، ازاي نشوف الترتيب بتاع المدخل بتاع الكالفر؟ لو احنا قلنا بدايه منشا الكالفر هي بدايته من هنا كده، بنيجي بعد بدايه المنشا الكالفر بمسافه تقدر بواحد متر، وبنيجي نعمل جروف هنا كده. الجروف ده بيستخدم في الصيانه بتاع المنشا نفسه. المنشا ده لو كان هيستخدم
منشأ كلفرت عادي بنعمل جروف واحده في كل الحوائط مقابله لبعضها بالشكل اللي واضح قدامنا ده. لو الجروف ده لو المنشأ ده هيستخدم ككنترول استراكشر بنضطر نعمل اتنين جروف مجاورين لبعض بينهم وبين بعض متر عشان واحد يشتغل ككنترول استراكشر نحط فيه بوابه والتاني يستخدم في اعمال الصيانه ان احنا بنحط فيه بليتس من الخشب او الواح من الخشب بحيث ان احنا نسد المجرى المائي وبالتالي نقدر نعمل صيانه للمنشأ ده. فزي ما احنا شايفين من نهايه المنشأ بنسيب 1 متر ونعمل الجروف اللي عرضها من 20 ل 25 سم حسب البوابه اللي هتركب فيها او حسب الخشب اللي هيركب فيها. بعد كده بنسيب حوالي 25 سم ونعمل بعد كده مشايه خشب عرضها 70 سم عشان السيلو يعدي عليها. الراجل البحار اللي بياخد القرايات او اللي بيفتح البوابات يعدي عليها بدل ما يطلع على الطريق ويلف لفه طويله فيعدي من خلال المشايه دي. بعد كده بنسيب 25 سم ونبدا نركب الراك او السكرين الشبكه بتاعتنا. والشبكه بتاعتنا دي بيكون زاويه الميل بتاعتها من 60 ل 70 درجه من 60 ل 70 درجه وبيكون البدايه بتاعتها معلومه هنا نقدر نجيب الاسقاط بتاعها في الايه في الاتجاه الافقي. وبعد كده بنسيب حوالي 1 متر ويبدا نهايه الوينج وول يمين ونهايه الوينج وول شمال. ده الشكل بتاع الانترنس بتاع المدخل بتاع الكالفرت. الهيدروليك اوف كالفرت كلوزد كونديويت. لو حبينا نعمل ديزاين للكالفرت بنجيب الترعه للكالفرت اللي بيمر فيها بنلاقي القطاع ده نص قطاع بتاع الترعه بنلاقي العرض بتاع الترعه بي اللي هو بي على 2 نص قطاع بيكون الميل الجانبي زد الواحد بيكون عمق الميه واي ده تي او التوب سيرفس. بعد كده قابلنا البير بعد كده قابلنا الطريق. اول حاجه لازم احسبها احسب مساحه القطاع المائي الاريا بتساوي البي بلس زد في واي الكل مضروب في واي بي بلس زد واي مضروب في واي. دي مساحه القطاع المائي زي ما احنا عارفين قبل كده. لو احنا حولناه لشبه منحرف هيبقى دي بي والقاعده السفليه بي التوب ويتس عباره عن تي اللي هي بتساوي البي زائد زد في واي زائد زد في واي يعني بي زد بلس 2 زد واي. نجمع ونجيب القاعده المتوسطه تبقى بي بلس بي بلس 2 زد واي نقسم على 2 تبقى بي بلس زد واي في الارتفاع اللي هو الواي. بعد كده نجيب الفي ثرو كانال عباره عن الكيو ماكسيمم اللي بتمر في الترعه دي مقسومه على اريا اللي هي مساحه القطاع المائي. بعد كده بنجيب الفي في الكالفرت من 2 ل 3 في كانال من 2 ل 3 في كانال والفي كانال دي بتكون في الداون ستريم. يا جماعه خلي بالكم كل ما بنتكلم على الواي والفي بيكون كل الكلام بتاعنا في الداون ستريم عشان ما تتاثرش بالهيدنج اب اللي هيحصل في الاب ستريم. الفي كالفرت من 2 ل 3 في كانال دي بريكوشن احتياطات لازم ناخدها معانا في الاعتبار. والفي كالفرت في نفس الوقت من 1 متر على السكند اكبر من 1 متر على السكند واقل من 1.5 متر على السكند عشان ما يحصلش سيديمنتيشن داخل الاستراكشر نفسه يحصل ترسيب وبالتالي يحصل اعاقه للسريان. بعد كده نجيب الاريا اكشوال داخل الكالفرت عباره عن الكيو ماكسيمم اللي هي اللي بتمشي في الترعه مقسومه على الفي بتاعه الكالفرت يدينا الاريا بتاعه الكالفرت. بعد كده عندنا نختار الدايمنشن بتاع الكالفرت سواء كان بايب سواء كان بوكس كالفرت. الاكشوال اريا او الاريا اكشوال بتاعه الكالفرت عباره عن ان اللي هي النمبر اوف فينت او عدد الفتحات، الاس اللي هي عرض الفتحه، الاتش اللي هي ارتفاع الفتحه. لو بالشكل ده ولو المنشا بتاعنا كده فتحه واحده هتبقى الان بواحد وادي الاس اللي هي عرض الفتحه، الاتش اللي هي ارتفاع الفتحه، لو المنشا فتحتين هتبقى الان باثنين والاس عرض الفتحه والاتش ارتفاع الفتحه. طيب نختار اس ازاي واتش ازاي يا جماعه؟ عندنا مجموعه من الحاجات اكيد يا اما اس بتساوي اتش يا اما اس اكبر من اتش يا اما اس اقل من اتش. فلو بدأنا من الاس بتساوي اتش ده بنسميه سكوير سكشن القطاع المربع. والقطاع ده هاد ماكسيمم اريا فور جيفن بارامتر بيكون اقصى اريا للمحيط المبلل الثابت اللي عندي ده وبالتالي بيكون مينيمم فريكشن لوسز مينيمم فريكشن لوسز لانه بيديك ماكسيمم اريا مع الويتد ايه بارامتر. بعد كده لو الاس اقل من الاتش بيبقى القطاع ده ايكونوميك لان بيكون العرض بتاع الفتحه اقل من ارتفاعها وبالتالي الديزاين بتاع الكونكريت سيكشن بيكون اقل ما يكون ويقدر يشيل احمال عاليه. لو الاس اكبر من الاتش القطاع ده ان ايكونوميك ولكن هو بيتر كونديشن ات انترنس والاوتلت. فور ايكونوميك ديزاين يا جماعه نختار الاس بتاعتنا بتساوي من 8 من 10 ل 1.5 اتش من 8 من 10 ل 1.5 اتش. في عندنا مجموعه من الكونسيدريشن لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل على الديزاين. اول حاجه في الاحتياطات او البريكوشن زي ما احنا بنتكلم دي هو الاحتياط الاول ده ان يكون عندنا سام اوف فينت مجموع الفتحات بتاعتنا الويتس بتاعها يكون اقل من سمولر ذان ذا كانال بيد ويتس ان مجموع الفتحات عرض مجموع الفتحات يكون اقل من عرض القناه عشان ما يحصلش توسعه في المجرى ده وبالتالي احنا اصلا بنختار سرعه الفي داخل الكالفر من 2 ل 3 في كانال في الفي كانال يعني السرعه كبيره جدا وبالتالي العرض فعلا هيبقى اقل بكميه واضحه.
تاني حاجه الكالفرت سلوب لازم يكون متوافق او زيه بالظبط زي الكنال سلوب. بعد كده اهم حاجه عندنا ان احنا يكون الكالفرت بتاعنا لو احنا هنشتغله كلوزد كوندويت ان تكون الميه مغطياه من الخلف او من الداون ستريم بمسافه 10 سنتي، وبالتالي في الاب ستريم هيبقى 10 سنتي بلس الهيد لوس. الهيدنج اب هنا بقى هيبقى 10 سنتي بلس الهيد لوس، هنا بيكون الميه اعلى من الحافه السفليه للابر كورد بتاع الكالفرت بمقدار 10 سنتي. طيب لو احنا عندنا الكالفرت بعد واحنا بنختار القطاع بتاعه حبينا نعمل توطيه، مسموح لنا ان احنا نعمل توطيه في البيد بتاع القناه بمسافه في حدود 50 سنتي بميل 5:1 لا تتجاوز ال 50 سنتي، وبيكون ماسفين مسافه افقيه قبل المنشا مباشره 5 متر ومسافه افقيه 5 متر، وبيكون برضو يطلع بميل 5:1. ده كله ليه؟ عشان نحقق شرط ان يكون الكالفرت متغطي من الخلف بمقدار 10 سنتي.